أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. يطيب اللقاء ويتجدد في مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة وهذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكرى انتصارات أكتوبر نعيش هذه اللقاءات الطيبة المباركة سائلين الحق تبارك وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. واسمحوا لنا بداية أن نرحب بضيوف هذه الليلة وهذا اليوم من الأسبوع الثقافي، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري عميد كلية الدعوة سابقا بجامعة الأزهر، عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. ومعنا في هذه الليلة المباركة قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ بلال مختار. أيضا معنا في هذه الليلة المباركة من رجالات وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود قاعود مدير عام الإدارة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف القاهرة، ومعنا فضيلة الشيخ أيمن منصور إمام هذه الرحاب الطاهرة، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمثل هذه اللقاءات وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. واسمحوا لنا أن نبدأ بخير البدء بآيات من الذكر الحكيم نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو مغفرة من الله ورحمة خير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير من
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين. صاحبكم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكانت خير مستهل لهذه الليلة المباركة ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنموذج عملي لصحيح الإسلام قبل بعثته وبعد بعثته، فقد كان قبل البعثة الصادق الأمين كما لقبته قريش، وبعد البعثة فهو رسول الله وخاتم الأنبياء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إن سألت عن رحمته فكان رحمة للعالمين، قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن سألت عن عدله فكان أعدل الناس، وإن سألت عن خلقه القويم فكان خلقه القرآن. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده نعيش مع هذه الكلمات الطيبة، ونبدأ بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى معالي وزير الأوقاف الذي خص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسبوع ثقافي في سابقة لم تقع في تاريخ وزارة الأوقاف على وجه الإطلاق، وأنا ذو صلة بها منذ سنين عددا. ومع أن هذا الأسبوع يتناول شيئا من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل ما يقال في هذه الفترة الزمنية لا يتجاوز أن يكون قطرة من بحر من حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من فضل علينا من ناحية، ولمآثره من ناحية ثانية. وإذا كانت كلمتي في هذا اللقاء تتعلق بالجانب العملي لتطبيق تعاليم الإسلام، ولا أقول صحيح الإسلام، لأننا إن قلنا صحيح الإسلام فكأن هناك ما هو غير صحيح بشأن الإسلام، وأما إن قلنا إنه المنهج العملي لتعاليم الإسلام فاسمحوا لي أن أتناول القضية في فترتين زمنيتين. الفترة الأولى الإسلام، وأؤكد الإسلام، في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مولده حتى مبعثه. والفترة الثانية
الإسلام في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه حتى ملاقاته لربه، وسأركز على الفترة الأولى لأن تناولها محدود عند من تناول هذه الفترة من الزمن، فأقول وبالله التوفيق: ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفطرة كما يولد سائر الخلق على الفطرة بنص القرآن وصحيح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفطرة التي فطر الله الخلق عليها هو الإيمان بأن للكون موجد، أو أن للكون خالق، أو أن للكون صانع، أو أن الفطرة هي الإيمان بالله جل في علاه. يخرج الإنسان مفطوراً على الإيمان بخالق لهذا الكون، ولكنه في إطار البيئة التي يعيش فيها قد يصرف أو تصرف فطرته عما فطر هو عليه، ليتحول من الفطرة النقية إلى ما يشوبها من شوائب، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا ما تعارف عليه الناس، ولكن الله خص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقى على التوحيد كما فطره ربه، فلم يتأثر طرفة عين بالبيئة التي ولد فيها لا من قريب ولا من بعيد. وقد تعددت العقائد والديانات في مكة قبل أن يبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعددت في شبه الجزيرة العربية. ومع هذا حفظ الله نبيه من أن يسجد لصنم، أو أن يذبح لوثن، أو أن يخر ساجداً لغير الله جل في علاه. والدليل على هذا أن الحق سبحانه قد أخبرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم بأنه نبي أو رسول، إلا أنه كان يربى على عين الله ورعايته، وذلك في إطار إظهار منن الله على سيدنا رسول الله حين قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي تنشد الضالة، أي تبحث عن الحقيقة، أي تؤمن بأن للكون خالقا، وأنت تطلب السبيل الموصلة إلى هذا الخالق. أنت تعتقد اعتقاداً جازماً بوحدانية الله، ولكن بأي وسيلة تتعبد لله جل في علاه؟ فلما طال شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة ربه، أي نجدان الضالة التي يطلبها، الحق سبحانه وتعالى قد أنبأه وأخبره بأنه رسول الله في الوقت الذي حدده الله جل في علاه. ومن هنا نقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تعاليم الإسلام الفطرية كامنة في صدره، ظل موحداً رغم عدم وجود نبوة أو رسالة، ثم تحلى بالأخلاق الحسنة، فلم يعهد عليه شيء
من سوء الأخلاق على وجه الإطلاق، بل إنه إذا خطرت له خاطرة لينعم بشيء ما مما ينعم به الشباب كان الحق يحول بينه وبين ذلك. والدليل على هذا أنه فكر ذات يوم أن يشهد عرسا أو أن يشهد حفلا فيه شيء من الطرب، ألقى الله النوم عليه فلم تسمع أذنه شيئا مما تعارف عليه أهل الجاهلية من الهرج أو المرج. وكان صلى الله عليه وسلم يتحلى بمكارم الأخلاق وبخاصة أمهات هذه الأخلاق كالصدق والأمانة والشجاعة وما شاكل ذلك. ولهذا لم يقع منه قبل النبوة والرسالة ما يخالف التعاليم التي أتى بها بعد النبوة والرسالة، ولو وقع شيء منه في هذه الفترة من الزمن لعيرته قريش بما كان منه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يحتج عليهم بإقامته بينهم سنين عددا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ومع ذلك ما استطاعوا بأي حال من الأحوال أن يأخذوا على رسول الله مأخذا يعير به بعد النبوة والرسالة. من خلال السيرة التي نتناولها في مثل هذه المناسبات أقول إن كثرة الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله وفي إطار الحديث على أساس من الاعتدال والاتزان، أقول وأنا أشهد أمام الله أني لا أقول إلا صدقا، ما رأيت شعبا وقد زرت دولا عدة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيت رسول الله بمثل ما يحب الشعب المصري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أننا جعلنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لأدوائنا، وجعلناه طبا لقلوبنا، وجعلناه راحة لأنفسنا وأرواحنا. ألسنا في كل مجالسنا إذا بدأنا الحديث فإنما نقول صل على رسول الله؟ ألسنا في مصر في فض المنازعات نمتص غضب الحاضرين من الطرفين فنقول للحاضرين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله؟ أليس التجار إذا أقدموا على البيع والشراء قال البائع للمشتري أو المشتري للبائع صل على رسول الله؟ أليست المرأة إذا أرادت أن تطفئ غضب زوجها إذا تجاوز حده في الحوار معها أو في خطابها إذا كانت عاقلة واعية حكيمة تدرك أن للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سراً كامناً في الصلاة على رسول الله، فإذا ما تجاوز الحد معها في الحوار تطفئ غضبه قائلة له صلي على رسول الله، وتكرر ذلك مراراً حتى يهرب الشيطان من البيت. والمرأة أيضاً إذا تجاوزت حد الاعتدال والاتزان وأراد زوجها أن يطفئ غضبها
فإنه لا يستطيع أن يغلبها إلا بقوله لها يا شيخ صل على النبي، ويكرر ذلك مرات عدة حتى يذهب الغضب ويختفي الشيطان وتحل الرحمة. وقد جعل الله في الصلاة على سيدنا رسول الله من الأجر الشيء الكثير، وفق قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى عليه الله بها مائة. ألا فلنصلي ونسلم على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل وقتٍ وحين، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين سابقًا، في هذا اللقاء المبارك وهذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. أيها الإخوة الأحباب، نحن أمة ربها نور، فالله نور السماوات والأرض، ونحن أمة نبيها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ونحن أمة كتابها نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن فالمسلم محاط بالنور من كل جانب، إن كان في معية الله فهو في نور، وإن كان في معية رسول الله فهو في نور، وإن كان في معية كتاب الله فهو في نور. فكيف لهذه الأمة أن يأتي إليها الظلام إلا من خرج عنها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بنوره وأنواره، وأن يجعلنا دائما من الذاكرين الشاكرين. اللهم آمين يا رب العالمين. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحياته المباركة التي كانت أنموذجا لتعاليم الإسلام، كما قال دكتورنا الكريم، نتواصل حول هذه السيرة المباركة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عميد كلية أصول الدين سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعاً بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحسناً ما صنعت وزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حينما أقامت هذا الأسبوع الثقافي تحت عنوان ميلاد أمة. هذا العنوان
الذي ينبئ عن معرفة حقيقية لصاحب الذكرى المحتفى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عشتم وعشت معكم وشنف مسامعنا معالي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض بما لا مزيد عليه لمستزيد في هذا الجانب الذي يمثل منهجا متكاملا تحتاجه أمة الإسلام إن أرادت حياة حقيقية طيبة يملأ جنباتها الأمن والسلام والطمأنينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة. تأملوا معي أسلوب الحصر والقصر الذي جعله صلى الله عليه وسلم يحصر رسالته في كونه رحمة مهداة للبشرية جمعاء، لأن البشرية إما أن تكون أمة دعوة فتعم الجميع، وإما أن تكون أمة إجابة فتتناول من اتبع وآمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين بيّن لنا في القرآن الكريم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله. فرحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت الإنس والجن، شملت الملائكة، شملت الطير، الوحوش، شملت النبات، شملت الجماد، شملت كل ما خلق الله في هذا الكون الرحم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك بتطبيقه العملي للقرآن الذي تنزل عليه، فكما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. القرآن بما اشتمل عليه من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب وسلوك وتربية وضع النبي الأكرم أمثل نموذج للحياة متى أراد المسلمون حقيقة الحياة. والله نبهنا إلى ذلك في قرآنه حتى لا نبتعد عن هذا المنهج الذي رسمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن حينما يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر، إنما يدعونا للحياة الطيبة. إذا دعاكم لما يحييكم، والمرء منا يحتاج إلى حياة يعيش فيها كي يتمكن من عبادة الإله الواحد، يحتاج إلى حياة
يعرف حق ربه فيها، يحتاج إلى حياة يعرف حق المجتمع الذي يعيش فيه عليه، يحتاج إلى حياة يعرف حقوق عباد الله عليه. وهكذا تكتمل الحياة بشتى أحوالها دينيا ودنيويا، وكل ذلك رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعنا من شيخنا وأستاذنا، إن بيوتنا إن أردنا استقرارا لها فحري بنا أن نطبق فيها هدي النبي محمد. إن مؤسساتنا ومصانعنا ومزارعنا ومدارسنا ووزاراتنا وجميع هيئاتنا إن أردنا لها الحياة الحقيقية والأمن والطمأنينة والسلام، حري بنا أن نطبق في كل ذلك وجميع ذلك هدي النبي محمد. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بكل جميل، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. إن سيدنا رسول الله يدعونا أن نلتف حول سنته لنقتبس منها نبراسا نسير في سناه وفي هديه، حتى يحقق الله لنا السعادة في حياتنا الدنيوية والفوز والرضوان في حياتنا الآخرة. فهلموا أيها المسلمون، إن أردتم مجتمعا مستقرا آمنا مطمئنا أن تتحلقوا حول هدي نبيكم وأن تتمسكوا بسنة نبيكم، فمتى طبقتم سنته ومتى عقدتم العزم على محبته ومحبة آل بيته والتأسي به في كل أحواله، كنا مجتمعا راقيا يرقى بالبشرية جمعاء. لأن قيادة العالم بقيت أمانة في أعناق أمة سيدنا رسول الله، فحينما ترى البشرية القدوة والأسوة في أتباع النبي، يقبل الجمع من سائر البشر على دينكم وإسلامكم إقبال الهي من الظمآء على الماء. لا تظلموا نبيكم، لا تظلموا سيدنا رسول الله، فطبقوا تعاليمه وتمسكوا بهديه حتى تصبحوا أمام الركب وليس خلف الركب. فأنتم أمة الريادة، أمة القيادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فصلاة الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنما ولدت وخلقت كما تشاء. ولد الرسول فيا لها من فرحة، غنت لشعب في الحجاز فرددا، حفل أقيم لمصطفى فوق السماء، وبزينة نزل الحجاز لتسعد. يوم ارتوت غبراء مكة بالبكا، وي كأن الحجارة لم تعبد. أصنام مكة من ضياء محمد مرضت وعز طبيبها وتشرد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الطاهر الزكي. شكرا لكم، وكل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عميد كلية أصول الدين سابقا، ونحن معكم ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه ربه رحمة للعالمين. لم يقل ربنا رحمة للمسلمين ولا رحمة للبشر، ولكن رحمة للعالمين، من جميع المخلوقات من الحيوانات والجمادات والبشر. ألم يحن الجذع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل واحتضنه حتى هدأ من بكائه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لظل يحن إلى يوم القيامة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ بلال مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال. الله أكرمنا وأرسل أحمد للحق والتوحيد، يدعو الهدى. الله أكرمنا، الله أكرمنا للحق والتوحيد، يدعو الهدى. نور نور أهل على الوجود، ورحمة بحر من الأخلاق، فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياء. والمؤمنون الصالحون الذاكرون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر وقتدى، رب الوجود
رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. أسائل الكون من بالنور حلاه ومن بصوت وراء النجم ناداه. أجابني الكون أجابني الكون أجابني الكون هذا يوم مولده هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه. سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى أشاد ربي به في سورة القلم. أشاد ربي به في سورة القلم بأن أخلاقه بأن أخلاقه بأن غاية العظام. صلى الله على الله خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. مذ جئت يا خير خلق الله قد غمرت. مذ جئت يا خير خلق الله قد غمرت. لك الخوارق في فعل وفي كلم. صلى الله صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. يا رحمة أرسلت للعالمين فمن. يا رحمة أرسلت للعالمين فمن سواك يشفع يوم الحشر والندم. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. نبي الهدى صلوا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نسألك أن تصلي وتسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترضى اللهم عن آل بيته الأطهار الأخيار بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ بلال مختار. نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام هذه الليلة من فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. غدا إن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكر لكم حضوركم الكريم. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.